شيعي واللي ينشدني عن سر انتسابي من صلابة موقفي ياخذ جوابي. يعني العظيم ما انت مو عشان مالك بالنمو لا علشان الحق هذا انه كسر فارس وفتح بلاد فارس وفتح منو اللي فتح؟ منو اللي فتح؟ هذا الذي منو فتح؟ منو فتح بلاد فارس؟ المسلمين اسمع من قاعد في معركة موته الان اتركنا اتركنا بموته وما موته لا حجي خلي بموته ارجوك خلي ايش سوى خالد بموته بالله لحظة اصبر ماذا فعل اسمعني ماذا يا رجل ما قلت خالد باني قال خالد ابن الوليد هو الذي فتح مؤتة فتح مؤتة طيب هذا في البخاري السؤال اخواني نتحدى ان يجيب والله العظيم هو والسلفية باجمعهم ماذا فتح في مؤتة ما هي الارض التي افتتحها اعطينا اسمها ما بيها شيء سؤال بريء الآن تراجع سيدنا الآن أنت ليه جبت يا مندحر أنت ليه جبت معركة موتة تريد أن تمجد بخالد اسمع ليه جبت معركة موتة تريد أن تمجد بخالد فلما لبسناك إياها على القياس وضعنا اسمع لما دمغناك بالحجة تقول خالد ما فتح إذن لماذا اسمع يا 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 رجل يا رجل اسمع أنت لماذا جئت بمعركة مؤتة تريد ترفع من شأن خالد صح الآن لما حاصرناك الشيعة الأبطال في معركة مؤتة ماذا فتح قلت خالد ما فتح طيب إذا ما فتح ليه جبت إن معركة مؤتة وإحنا كلامنا على خالد شوف في أول ضربة ضربك السيد ميثم اندحرت هكذا نقول عندما تأتون إلى البرنامج هنا لا تستطيعون الكلام تفضل سيدنا طيب الآن راح المفاجأة بس سكت حجي حتى ما يطير الكلام مني إخواني خالد بن الوليد لو كان فعلا انتصر وفتح لما أعاد النبي صلى الله عليه وآله وبقت غصة عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يرسل الجيش إلى مؤتة وأرسل أسامة ليقتل قاتل أبي أسامة قتل قاتل أبي هذا شنو الدليل هل صدق البخاري أم كذب أخواني الأعزاء قالوا ألحق طلعت المصادر الآن على الشاشة تعالوا لكل السير الآن مثلا المغازي الواقدي يقول حدثني نافع بن ثابت عن يحيى بن عباد عن أبيه إن رجلا من بني مرة كان في الجيش الذي قيل إن الناس يقولون إن خالد انهزم من المشركين فقال لا والله ما كان ذلك لما قتل ابن رواحة نظرت إلى اللواء قد سقط واختلط المسلمون والمشركون فنظرت إلى اللواء في يد خالد منهزما واتبعناه فكانت الهزيمة ما شاء الله أيضا الواقدي في المغازي يقول حدثني عن ابن رواحة يقول انهزم المسلمون أسوأ هزيمة رأيتها قط في كل وجه إن المسلمين تراجعوا فأقبل رجل من الأنصار إلى 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 آخره طيب بعد من أخواني يذكر هذا الكلام طبعا كلام الواقدي جدا أيضا في مكان آخر عند الواقدي يقول فلم يكن همي هذا المتكلم همي إلا الياقوتة فأخذتها فلما انكشفنا وانهزمنا رجعت بها إلى المدينة فأتيت بها رسول الله صلى الله عليه وآله فنفلنيها فبعتها زمن عمر بن الخطاب بمائة دينار فاشتريت بها حديقة نخل بني خطمة طيب بعد من يقول ابن كثير تلميذ ابن تيمية ما شاء الله يقول في البداية والنهاية وقال ابن إسحاق حدثني عبد الله بن أبي بكر بن عمر بن حازم عن عامر عن عبد الله بن الزبير طيب يقول عن آل الحارث بن هشام وهم أخوال إن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله قالت لامرأة سلمة بن هشام بن المغيرة ما لي لا أرى سلمة يحضر الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وآله ومع المسلمين قالت ما يستطيع أن يخرج كلما خرج صاح به الناس يا فرار هالتكرار من عندي فررتم في سبيل الله حتى قعد في بيته وكان في غزاة مؤتة هذا من ابن كثير تلميذ ابن تيمية يرقع ابن كثير يقول قلت لعل طائفة منهم فروا لما عاينوا كثرة جموع العدو وكانوا أكثر منهم بأضعاف مضاعفة فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا 3000
وكان العدو على ما ذكروه 200,000، ومثل هذا يسوغ الفرار، ومثل هذا يسوغ الفرار. يا انتم جماعة الفرارين انتم. للعلم، للعلم في السنة عبد الله بن الزبير، عن انا قلت عن آل حارث، عن بعض آل حارث بعد بعد اخواني، يقول قال البيهقي: اختلف أهل المغازي في فرارهم وانحيازهم، فمنهم من ذهب إلى ذلك، ومنهم من زعم إن المسلمين ظهروا على المشركين وإن المشركين انهزموا. قال: وحديث أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وآله ثم أخذها خالد ففتح الله عليه، يدل على ظهورهم، يعني يدل على ظهورهم الحديث، هم فعلا لم يظهروا، لم يظهروا، مسألة خلافية، مسألة خلافية. يقول: وأما ابن إسحاق فإنه ذهب إلى أنه لم يكن إلا المخاشات والتخلص من أيدي الروم، وسمي هذا نصرا وفتحا، يعني هروبهم وتخلصهم من أيدي الروم هو النصر والفتح، أي باعتبار ما كانوا فيه من إحاطة العدو بهم وتراكمهم وتكاثرهم وتكاتفهم عليهم، فكان مقتضى العادة أن يصطلموا بالكلية، يعني يبادون، فلما تخلصوا منهم وانحازوا عنهم كان هذا في غاية المرام في هذا المقام، وهذا محتمل، وهذا محتمل، لكنه خلاف الظاهر من قوله عليه الصلاة والسلام ففتح عليهم. طيب، والمقصود، شوفوا أخواني الأعزاء، المقصود أن ابن إسحاق يستدل على ما ذهب إليه فقال: وقد قال فيما كان من أمر الناس وأمر خالد بن الوليد ومخاشاته بالناس وانصرافه بهم قيس بن المحسر اليعمري يعتذر مما صنع يومئذ وصنع الناس، ويذكر أبيات من الشعر توثق الحادثة: فوالله لا تنفك نفسي تلومني على موقفي، والخيل قابعة قبل وقفت بها لا مستجيرا فنافذا ولا مانعا، من كان حمله القتل على أنني آسيت نفسي بخالد، ألا خالد في القوم ليس له مثل، وجاشت إلى النفس من نحو جعفر بمؤتة إذ لا ينفع النابل النبل، وضم إلينا حجزتيهم كلاهما كليهما مهاجرة لا مشركون ولا عزل. يقول: فمن ذلك إن القوم حاجزوا وكرهوا الموت وحقق انحياز خالد بمن معه، كرهوا الموت وفروا. هذا بطل الإسلام الذي فر في مؤتة، خالد الفرار، خالد الذين سبقوه كلهم قاتلوا وقتلوا، عبد الله بن رواحة، عبد الله بن جعفر، وقبله زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وآله، كلما أخذ الراية منهم أحد قاتل حتى قتل، إلا خالد لما أمسك الراية، حتى الصلابي هذا المعاصر يعترف بهزيمة خالد بن الوليد، يقول: كان هذا انسحابا تكتيكيا، انسحاب حفاظا على المسلمين، لأن المشركين كان عددهم أكثر من 200,000 والجيش ما يقارب 3,000، فهرب خالد.